السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء ديالنا داخل الوطن خارج الوطن، تحية كبيرة بزاف لكل المغاربة إن شاء الله. الإخوان ديالنا الأصدقاء ديالنا اليوم غادي نحاولوا نختصروا، غادي نحاولوا نهضروا على جوج أنواع ديال الطيور، هو من ناحية ديال التغذية هنهضروا على الفيشر والروز، يعني الفيشر والروز كيتسموا يعني تقريبا فصيله واحده، والباجي هنحاولوا نتكلموا صافي واخا واخا صافي واخا هنحاولوا الاخوان ديالنا اننا نتكلموا على التغذيه اللي مزيانه ليهم والتغذيه اللي ماشي مزيانه، يعني التغذيه المضره ان شاء الله. كنتمنى ان الفيديو انه يعجبكم، وما تبخلوش علينا الاصدقاء ديالنا، لايكات ديالكم، سبسكرايبر اخوان، شاركوا مع الاصدقاء ديالكم يعني الفيديوهات باش تعم الفائده ان شاء الله. الاخوان ديالنا الموضوع اللي غنحاول نعطيكم، غنعطيكم موضوع يعني عام. هادشي هذا كما كينطبق على الروز والفيشر كما غادي ينطبق على الباجي كذلك، جميع انواع الباجي سواء الباجي اونغلي ولا الهوغورومو ولا اللي كان، يعني التغذيه هذه كتنطبق عليهم كاملين. اخوان ديالنا كنحاولوا دائما الناحيه ديال التغذيه اللي بغى ينوع التغذيه ابار بشنا وابار هادشي هذا اللي كيتعطاو العام كامل، يعني هادشي هذا راه نورمال كتعطي له العام كامل لانه هو اللي كيعاونو شويه على التغذيه واللي كيعاونو كيعطيه بحال اللي كنقول لكم كيعطيه الشبع. الاخوان ديالنا نحاولوا دائما الطيور ديالنا نعطيهم يعني التغذيه اللي ديال الفصول، بحال دابا الاخوان حنا دابا في هذا الفصل هذا، يعني عندنا من دابا من عندنا من ابتداء عندنا من شهر 6 و7 و8 و9 كنظن وقيله حتى 10 كما كنقولوا الدرا، على الدرا ولا كما كنقولوا حنايا التركية ولا 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 الكبال كما كيتقال الكبال، يعني الدرا ولا الكبال ولا ديك كيفاش غادي نقول لكم، حيت كل منطقه وكيفاش كيفاش عندها السميه ديالها. يعني هذا الكبال هذا اللي كيكون الكبال ولا الدره، يعني اللي كيكون على شكل يعني على شكل بحال شكل قالب، كيحاول نعطيو للطيور ديالنا طري بلا ما طيبوه بلا ما حتى شي حاجه، زولوا على القشره وعلقوه في ليكاج الفريخاس ديالكم. يعني هادشي هذا ساهل باش يتشرح، ما بغيتش عاد نجيب لاكاج ونجيب المسائل وهذه، يعني مسائل سهله لان المتتبعين ديالنا ماشي شي متتبعين اللي مكلخين ولا هذه، الحمد لله متتبعين اذكياء واللي ما يحتاجوش يوصلوا حتى لهادشي هذا. يعني كتعلق لهم هذيك الكواله ولا ديك التركيه كتعلقها اخوان ديالنا. كذلك شنو هما الحاجات اللي غادي نعطيهم اباراتشي هذا، شحال من واحد يمكن لكم الاخوان تعطيوها الطيور ديالكم الخبز الزرع، الخبز الزرع يابس، يعني الخبز الزرع يابس او لا طري اللي بغيتي اللي عجبك، خبز الزرع يابس ولا طري كذلك كتعلقوا في لاكاج. عندك الاخوان تعطيو التفاح، تعطيو الخص، تعطيو كاع الخضروات كاع تعطيوها، حيد انت شتي ساعة كتعطيو كاع الخضروات، مثلا الخضروات ديال بحال دابا نقول لكم مثلا كرومب الخاص، بروكولين، شيفلور، بزاف ديال الحوايج، بزاف الحوايج انا كنعطيوها، يعني الورق ديال الجعده، الورق ديال اللفت، الورق ديال 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 الخضر، يعني عطيو الطيور ديالكم وما تخافوا والو، ما تخافوا حتى شي حاجه ان شاء الله وما يكون عيل خير. جلس انت جلس، خلي السيده صاحبي خلي. الاخوان ديالنا يعني الحاجات اللي غادي نحاولوا حنايا نبعدوا منها، يعني بحال مثلا مطيشه نحاولوا نبعدوا منها الاخوان، مطيشه حاولوا تبعدوا منها، البطيخ حاولوا تبعدوا منه، والدلاح الطيور صغار ما كيستعملوش هاد الفواكه هذه، يعني كتقدر تاديهم شويه في الامعاء ديالهم ولا يعني معطيهم اطعمه، كذلك يمكن تعطيهم
بطاطا مسلوقة، بطاطا طيبة، مثلا تقدر تعطيهم ماكلة ضد الدار، مثلا بحال كيقول لكم بطاطا يعني طيبة، مكرونة مثلا تقدر تهز وتعطيها، ملي كانوا عندي كنت كنعطيها، يعني ما تجبروش إشال فيها. الفواكه هتعطيو الفواكه كاملة، حاولوا تبعدوا عن الفواكه اللي فيها الحمضيات بزاف، بحال حب الملوك، بحال البرقوق، بحال الشهدية، بحال هادشي هذا. حاولوا كل ما تفاديتيه احسن، لان الطيور الصغار هادو الليزانس، البيروش، ولا كما كنقولوا الباجي، ولا الروز، ولا الفيشر، او الطيور الصغار المولينا، الكواكر، جميع انواع الطيور الصغار. الطيور الصغار دائما حاولوا تبعدوا لهم هادشي هذا. نعطيهم معي اللي فروي شي حاجه ناشفه، كتكون ماشي قاصحه على الفريخات، بحال التفاح، البنان. انا قلت لكم لو بغيتوا تعطيو الدلاح والبطيخ شويه بشويه، ما تكثرولوش، يعني اعطيو شويه ديال التفاح، شويه ديال البنان، شويه ديال مثلا افوكا. الاخوان انتردي ما تعطيوهاش للطيور ديالكم، افوكا انتردي، افوكا انتردي، باقي كنعاودها، افوكا انتردي، الشوكولات انتردي، حاجه مالحه انتردي، حاجه فيها الزيوت انتردي، حاجه فيها الحلاوة ماشي طبيعية انتر ديال الاخوان، باش تحافظوا على الصحة ديال الطير ديالكم. واخا بين قوسين كاين اصدقاء ديالي عندهم، يعني واحد صديق ديالي عنده ارارونا كتاكل الشوكولات وما وقع لها والو، ولكن حالة خاصة، يعني حالة خاصة، بعدو من المشاكل، بعدو من المشاكل. من ناحية ديال الماء ديال الشرب ديال الطيور، يعني عامة اللي كنستعمل انا واللي تستعملوا كذلك انتم، يستعملوا جميع المولوعين ان شاء الله. حاول اما يعني عندك الماء ديال الشتاء، عندك ديجا جمع، عندك مثلا الساعه اللي كتكون الشتاء كتكون ديجا انت جمعتي الماء ديال الشتاء وعندك صحي 100%. الماء دبير ولا ماء طبيعي ولا الماء ديال العين، او لا مثلا الى في المستطاع ديالك شري لهم الماء بدون هاد الماء، ولا هادي بدون هاد الماء شريها لهم، وخاصة ديال الطيور هاديك. او لا الاخوان اللي ما عندوش المستطاع ديالو وما مساليش وهادي، كتشبر 5 لتر ديال الماء وكتغليها، كما كنقولوا كتغليها، كتطيبها الاخوان، كتقوم بالطهي ديالها، تقوم بالطهي ديال 5 لتر ديال الماء ولا 3 لتر، ماشي يعني 5 لتر خصك تعمل 5 لتر، الله يجعلك تعمل حتى 20 لتر، ما كاينش مشكل، الاختيار ديالك. دائما الاخوان كنحاول نوصل نعطيكم واحد المعلومه. اش 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 انت صاحبك ولا اش اجي 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 اجي. دائما الاخوان كنحاول نوصل لكم معلومه اللي ماشي بالضبط اللي غادي تسمع من عندي، غادي تعملو ديريكت وبالحرف الواحد. يمكن لك تزيد من عندك شويه الخبره، من عندك زيد من عندك وما تخافوش. اجي 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 زيد من عندك وان شاء الله بلي غادي تزيد، انت اصلا غادي تكون مقتنع بداكشي اللي غادي تزيد من عندك، لان ضروري الانسان كيعمل شي حاجه بابتكار من عنده وكيزيد من عنده. راه كاين حنا كناخذوا من المعلومه من هنا شويه كنزيدوا من عندنا وكنجربوا، وكيكون الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. من ناحيه الاخوان ديال مش عندك سينا خايف هاد بيروش كيدور عليها خربقه. الاخوان ديالنا عندنا كيف ما كنقول لكم، يعني في المسائل ديال التغذيه دائما حاولوا تعطيو شي حاجات اللي ساهلين في الهضم وماشي صعابين، ماشي صعابين في الهضم. انا قلت لكم يعني الخضار والفواكه تعطيو اي حاجه، يعني شي حاجه ما تكونش صعيبه في الهضم. كذلك شحال واحد سقساني واش نعطي سكسو الطيور ديالي، اعطيهم سكسو، سكسو ما مضر ما حتى شي حاجه، راه بحالو بحال 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 الخبز، الزراع، بحال يعني النشويات، يعني ماشي شي حاجه صعيبه، واخا يكون طايب زعما فيه الاقامه ولا هادي، واخا تكون فيه الاقامه ولا شي حاجه، يعني ماشي مشكل، عادي اعطيه، يعني نورمال ما تكونش شي الاقامه كبيره ولا كثيره اللي تقدر، ما تاثرش على الطير. انا كنعطي للطير، كنعطي للطيور ديالي بيروكيات ولا البيروش كذلك، مره كنعطيهم سكسو، الراوز كنعطيهم الراوز، فهمتوني،
كنعطيهم يعني شحال من مره كنعطيهم ماكله للدار، بطاطا مثلا، مثلا جعده طيبه، خيزو، جزر، باش نوصلوا ليكم الاخوان، يعني بزاف الحوايج يعني ماشي صعيب. الطيور ولا البيروكيات الاخوان، جميع انواع الطيور ماشي صعيبه في التربيه، راه سهله، سهله بزاف، سهله الا عرفتي كيفاش تمشي، بلا ما تخاف، بلا ما حتى شي حاجه، ما كاينش حم واحد، لا عندك نعطيه، عندك نعطيه مثلا بطاطا مسلوقه، ولا عندك نعطيه هذه، لا نخاف، لا ما تخاف والو. واحد النقطه الاخوان اللي تخافوا منها وما ننصحكمش بها في هذا المنبر، هذا ما ننصحكمش بها، وان شاء الله غادي ندير عليها حلقه خاصه الناس اللي كيعطيو البيض للفراخ ديالهم. راه البيض، باش تعطي البيض للفراخ ديالك، نقول لكم باش تكونوا عارفين مزيان، باش تعطي البيض للطيور ديالك خصو يكون البيض يعني انت متاكد منه 100% انه خالي، خالي من الجراثيم، ولا خالي من الفيروسات، لان البيض خطير جدا ان شاء الله. المهم دابا في هذا الفيديو، في هذا الدرس، ان شاء الله تفادوا صافي. شنو اخو فهاد الدرس الاخوان هنا كنوصل لكم، تفادوا ما تعطيوش البيض مسلوق للطيور كما كان، ما تعطيوش البيض للطيور، وان شاء الله غادي نعملوا حلقه خاصه على البيض، شنو هما الفوائد ديالو وشنو هما السلبيات، وكيفاش يمكن ليه انه كيفاش يمكن للبيض بانه يقدر يقتل لك الفراخ ديالك وانت ما عارفش، وتسبب امراض خطيره وانت ما عارفش هذاك الطير ديالك، وكيفاش تحمي الطير ديالك وتقدر تعطيهم بنفس الوقت البيض وما تخافوهم. ان شاء الله غادي نهضروا على هذا الدرس هذا، باش حيت كلشي كيبغي يستعمل البيض، انا بيدي كنبغي نستعمل البيض وكنستعمله، ولكن غادي نوريكم كيفاش كنستعمله باش كنبعد من الامراض، لان كيجي واحد المرض اللي معروف بزاف، السالمونيلا، اخطر مرض هو السالمونيلا، اخطر مرض يقدر يفتك لك الطيور ديالك كامله، يسالي لك مع الطيور اللي عندك في الدار كامله، يسالي لك معاها البيض، حديهم من هادشي هذا. وان شاء الله الاخوان كنتمنى ان تكون الحلقه ديال اليوم تكون عجبتكم، ما تبخلوش علينا، سبسكرايب، لايك، وضغطوا على زر الجرس وبارطاجيو. ان شاء الله تحيه للجميع، وان شاء الله ديما ديما غادي نحاولوا يعني نلبيو الطلبيه ديال الاصدقاء ديالنا، وحنا معكم على الخط ان شاء الله، ما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم، باش حتى حنا كذلك نزيدوا في طلبية ديالكم بأسرع ما يمكن إن شاء الله. وتحية للجميع، لكل مغاربة والجزائر، وأصدقاء من العراق ومصر وأردن وليبيا، والأصدقاء من مصر، جميع أنحاء العالم، تحية لكم من هذا المنبر، أخوكم مصعب من المغرب إن شاء الله، تحية لكم من مدينة طنجة عفوا إن شاء الله، تحية لكم الأصدقاء ديالنا، وشكرا.